مرحبا، حلقة جديدة من FX Wheels. إذا منرجع بالتاريخ لورا، إذا كان بدنا سيارة بمحرك بيولد 300 حصان وما فوق، ما كانت متوفرة إلا عند السيارات الألمانية أو السيارات الأمريكانية. وإذا منرجع للجيل الأول من هيونداي كوبي، كانت تهتم كتير بشكل الخارجي، وكانت متوفرة بمحرك 4 سيلندر بيولد 140 حصان دفع أمامي. بس الجيل الجديد من هيونداي جينيسيس كوبي صارت سيارة كتير فخمة وأنيقة من الداخل ومن الخارج، وعم بتنافس السيارات الرياضية بمحركها الـ V6 3.8 لتر اللي عم بيولد 300 حصان دفع خلفي. وهلأ خلينا نختبر قيادة السيارة. برأيي لازم يكون عندنا أربع معايير لتكون السيارة الرياضية. أول شيء الشكل الخارجي، وقت تتطلع بسيارتك لازم تشوفها رياضية. فلازم تطلع بالواجهة الأمامية، شبك التبريد الأوسط كبير نسبياً من الأمام يلي عم بيحسن أداء تبريد المحرك، وعم بيخلق ديناميكية ومظهر رياضي. والLED فوق لايتس كمان عم بيساعدوا بتحسين الرؤية ولايف تايم أكثر. وعلى غطاء المحرك عندنا فتحات صوت كمان، حتى رينجات مصممة حديثا بمقاس 19 إنش عم بيعطوا أكثر ثبات للسيارة مع مكابح برامبو. بالخلف سبويلر، داخله ستوب لايت من LED. حتى السيارة خطوطها كتير عريضة عم تعطيها مظهر ديناميكي وتبيننا انها بدفع خلفي. تاني شي يكون صوت المحرك قوي، على الغيارات عم نسمع صوت كيف عم بيطلع. تالت شي كل مكونات عند السائق بتخليه يحس انه السيارة رياضية. منبلش بالمقعد للستيرينج ويل، للتراك باكج موجودين قدامنا، أول ساعة حرارة الزيت، عزم الدوران، وقدية عم نضغط على دعسة الوقود. رابع شيء أداء السيارة رياضية بامتياز. مثل ما حكينا محرك هالسيارة V6 3.8 لتر عم بيولد 300 حصان على عزم دوران 6300، مع نقل حركة بين سرعات أوتوماتيكياً بنتقل من 0 ل 100 بأقل من 6 ثواني. في ثبات السيارة عندنا 3 معايير. أول واحد وقت يكون Stability و Traction Control On. تاني واحد وقت نطفي Traction Control. ثالث واحد وقت نطفي Traction و Stability Control. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. انترونا الأسبوع الجاي مع سيارات جديدة بـ FX Wheels.